جميل. طيب خلينا نروح إلى زوجة، خلينا نشوفها يا جماعة الخير. هذه الزوجة خلينا نشوف المنشط عندنا، يقول لك الزوجة تفاجئ زوجها بمناسبة زواجه من الثانية. نشاهد الرسالة. تقول طبعا الرسالة من الزوجة الأولى إلى الزوج بمناسبة زواج زوجها على الثانية. الرسالة تقول: أحسنت عشرتي ورعيت مشاعري وجعلتني في بيت قلبك مكرما، الحمد لله الذي جعلك من بين صفوة الرجال زوجا لي. كنت أتمنى أكون معك بهذا اليوم، لكن كل اللي أقدر أقوله الله يوفقك ولا يحرمني منك زوجتك وحبيبتك. الله، قليل قليل جدا من النساء مثل هذه الأخت. طبعا هذا الموضوع الأخير أنا بترك لكم مساحة أبو سعود تتكلم، لكن أنا عندي سؤال واستفسار بسيط. حنا إيش دخلنا يوم تصور شيء من خصوصياتك؟ يعني هو عنده رسالة أكيد، هو فرحان خلاص، ما نزلت في الاستوديو حق الجوال، هو نشرها عشان يوضح شيء معين ود يوصل للناس. وش بيوصل للناس؟ وأترك لك المساحة في الحديث. يمكن يبغى يوصل إذا تبغى زوجتك توافق إنك تتزوج زوجة ثانية خليك معها كويس وحبيب وطيب. قد تكون، بس خلينا نقول على نقطة مهمة يا ناس. في كثير من الفيديوهات الهدف منها الترند إثارة الجدل، لعل هذا أمر ولعله الأمر واقع كما هو. أرجع لسؤالك، ليش إحنا وش دخلنا تنشر لنا المقطع؟ هذا أيضا سؤال يحتاج إجابة، لكن أنا أبغى المشاهدين يركزون في نقطة واحدة. في أمور شاذة دائما قد تحصل هنا وهنا، ولكن ليست هي القاعدة. الأساس، ترى الأساس أنه أي زوجة بطبيعتها تغار أنه زوجها يتزوج الزوجة ثانية. هذه الغريزة، هذه الغريزة، ما في زوجة توافق. حالة استثنائية تصير ليست المقياس، يعني هذا غير منطقي. يعني معليش، الرسالة دي وش تبغى توصلها للناس؟ تبغى واحد يروح يوري زوجته يقول شوفي هذه شرت له سيارة وكاتبت له كلام حلو، انا ابغى اتزوج ثانيه. تدري شو تقول له؟ تقول له هي تبغى الفكه منه. لما تبغى الفكه منه ما شرت له سياره وزوجته. قد يكون، وقد يكون فعلا انه هي تحبه وتبغاه يتزوج ويكون مبسوط لانه عندها مشكله معينه الى اخره. يعني قد يكون، بس نتكلم على الاساس. الاساس وهذه غريزه ان المراه تغار على زوجها، ما تبغى، يعني هذا ما مو تبغى أساس. شريك. هذا مو طبيعي. لا لا، هذا ما هو طبيعي ابدا، مو ولا هو اساس ولا هو منطقي. وانا اغلب ان الموضوع كله ترند. ايوه، هذا تغليبي ترند. انا لكن انا خاف بس من بعض الازواج انه يفهم منها رساله ويروح يصير طيب وكويس بزياده عشان زوجته تشتري له سياره. والله يمكن تكسر السياره على راسه. أيوة لو تشتري. يعني الرساله اللي يبغى يوصلها انه سيروا طيبين يا ازواج مع زوجاتكم، لعل وعسى انه تجيكم يعني بطيبه وترضى انكم تتزوجون الثانيه ولا وتاخذ هديه. انا اقول لا تغامرون، خلوكم طيبين لانه انتم يجب ان تكونوا طيبين مع زوجاتكم. وعشان انا اذكر انت ذكرت موضوع مهم انه الغيره يعني اذا كانت موجوده في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح. يعني انه عائشه رضي الله عنها ذكرت انه يعني كانت كثرت الصحن قلغرت امكم. صحيح. فاذا كانت موجوده فهذا بالتالي هذا ليس طبيعيا. لا ابدا. لكن انا ما ادري، انت قلت ترند، بل بعض الناس قالوا انه يمكن هذا قد يكون هو اللي كاتب الرساله، هو مزبط الهديه. بس شوف الخط مو بخط، مو بخط، لا مو خط، خط حلو بزياده، ما اتوقع خط رجال. خط البنات احلى من خط الرجال. لا ممكن، صحيح. يمكن. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا.